أعزائي المزارعين في أرض مصر المحروسة، كلامنا منصب عن شهر برمودة، وشهر برمودة معناه ندق بالعمودة. النهاردة هنتكلم عن بعض المحاصيل القايمة خلال هذا الموسم وفي خلال هذه الفترة في الأرض الزراعية. ما تيجوا بينا نخش ونشوف إيه المحاصيل القايمة. محصول الموز في شهر برمودة، بنبدأ في التسميد للموز بإضافة 500 جرام سلوفات بوتاسيوم، وكمان بنشيل البزوز اللي طلعت، وبنستمر في جمع المحصول ونشيل الأكياس البلاستيك من على السبطات، ونشيل النباتات المصابة بتورد القمة، ونرش دوري ضد حشرة المن كل أسبوعين كما يتم الري حسب حاجة النباتات. الموالح، الموالح مهمة خلال هذه الفترة، وعشان كده لازم تتم عمليات الري على الحامي بدون تغريق ولا تعطيش، وده بيكون في الصباح الباكر، ولابد من إضافة عنصر البوتاسيوم، وده بيكون في صورة سلوفات البوتاسيوم، كما يتم متابعة الإصابة بالمن والتريبس والذبابة البيضة والمقاومة لها فورا، كما يتم مقاومة الحشائش يدوي أو الرش بأحد المبيدات المتوصبية. النهاردة اتكلمنا عن كنوز شهر برمودة، وما زلنا هنتكلم برضو في الحلقة اللي جاية عن كنوز شهر برمودة. انتظرونا.